شكر الله يبا لحظة دقيقة صل على النبي يا اخي شلون ما قلت لحد الحق لي عمي شب انت اسكت ولا كلمة هذا شيء مخش يبا ماجد بس ترى ما يبي يضايق خلق احد كذاب انت على بالك ما اعرفه على بالك ما اعرفك انت خايف وانا ادري ايش منك خايف انت مو خايف من المرض ولا العلاج ولا حتى الموت خايف من شيء ما يستاهل انك تخاف عليه اي خايف على زبيدة عمي لمتى 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 تخاف عليها وتنسى نفسك لمتى؟ زبيدة 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 لمتى؟ لآخر يوم بعمري ليش أشيل الهم أنا قادر أشيله بروحي؟ وي يا غبيش الحياة الزوجية شنو؟ مو مشاركة؟ أدري مشاركة عمي بس ما بيها تشاركني هالشي ما بيها تشقى ما بيها تتعب مو من حقي أختار لها هالشي أنت مريض؟ أدري مريض عمي لا 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 أنت مريض بشي ثاني حبك لزبيدة قاعد يمرضك وبيموتك عمي يبا يبا عمي ايش فيكم صاير شيء؟ عمي تكفى انت عمي عمي لحظة طلبتك تكفى عمي عمي تكفى شاب لا حول ولا قوة إلا بالله أبد مو خوش خبر حالته خطيرة؟ لا الحمد لله بس الطبيب يقول إنه لازم يسوي العملية بأسرع وقت قبل الله يكبر الورم زين وش حق ما يسويها الحين؟ إيش ناطره خايف وبيني وبينك معاه حق أنا لو مكانه بخاف أحد يفتح راسي يما المخ عضو حساس لا قدر الله صار خطأ طبي ولا شيء الحين يخاف يسوي العملية بس ما يخاف الورم يكبر ويموت هذا حد شيء؟ أي يما لازم ينطر شوي مو كل عملية زينة يا يما من حقه يخاف ليش ما تسافرونه؟ ترى بلندن في دكاترة شطار أنا دايماً أشوف ربعنا هناك يروحون يتعالجون نصهم رايحين سياحة وانت مصدق يمو معناته المستشفيات سيئة زين تهق أبوي يودي؟ طبعاً أبوك يموت على ماجد ما يقصر معه ماجد ما يرضى ليش يما ما يرضى؟ يما ما تعرفينه يخاف على مشاعر الناس وفلوسهم أكثر من مشاعره وفلوسه مسكين ما يستاهل الطيب ما له نصيب بهالدنيا لا لا تقولين كذي رب العالمين ما يبلي إلا الطيب لأنه يحبه ونعم بالله بس ماجد يكسر خاطر يعني طول عمره يتعب بشغله ويتعب مع زوجته والحين بيتعب على صحته علشان كذي هو ما كان بيقول لكم السالفة ما يبي يسمع هالحكي ولا يشوف الحزن بعيونكم بالهريف نفسه خوف مو دكتور شندك تطلطب الأشعة